من أكون؟ الفصل الثالث، مدرستي. أشكال في المدرسة: تتبع، دائرة، مستطيل، مربع، مثلث. واحنا عارفين يا صحابي الأشكال الهندسية عبارة عن دائرة، مستطيل، مربع، مثلث. هو هنا رسم لي أشكال بس منقطة. يلا نتتبع وندوس على النقط علشان نشوف الشكل الأول هيطلع صورة إيه. هندوس بالقلم الرصاص على أول صورة، هتطلع دائرة. يلا ندوس بالقلم الرصاص على الشكل التاني، هيطلع شكل مثلث، والمثلث يا صحابي ليه 3 أضلاع. يلا ندوس على الشكل اللي تحت الدائرة، هيطلع شكل مربع، والمربع يا صحابي ليه 4 أضلاع. يلا نتتبع الشكل الأخير وندوس بالقلم الرصاص، هيطلع عندي شكل المستطيل، والمستطيل يا صحابي له 4 أضلاع. أشياء في القاعة: ارسم أحد الأشياء في القاعة مرة واحدة أو مرتين أو 3 أو 4 أو 5 مرات. ارسم دائرة حول العدد الذي قمت برسمه كل مرة. انت ممكن ترسم الشكل اللي يعجبك. انا هرسم يا صحابي شكل موجود في القاعة زي الكرسي. هرسم، يا ترى رسمت كم كرسي؟ يلا نعد مع بعض كده كم كرسي. 1 2 3، رسمت 3 كراسي. يلا نعمل دايرة على رقم 3 علشان دول 3 كراسي. خارج القاعة: ارسم ما تراه عندما تخرج من القاعة إلى الهواء الطلق. لو انت طلعت من القاعة، القاعة يعني الفصل بتاعنا، وطلعنا برا القاعة، هنشوف ايه يا ولاد في الهواء الطلق؟ هنشوف شجرة وزرع. هنرسم يا صحابي شجرة. شاطرين. بصمة الشكل: اختار شيئا خشن الملمس وضع ورقة فوقه وحرك قلمك فوق الورقة. عندنا يا ولاد جنيه معدن، لو لمسناه بايدينا هنلاقيه خشن. هنحطه تحت الورقة، ورقة الكتاب بتاعنا، ونمسك القلم الرصاص ونظلل فوقيه، هيطلع الظل بتاع الجنيه العملة. جربها وارسمها مع ماما في الصفحة دي، هيطلع ظل العملة. شاطرين، برافو عليك. أشياء في القاعة: استخدم بعض الأشكال مثل مربع، مستطيل، مثلث، دايرة لرسم شيء واحد تراه في القاعة. احنا عندنا في القاعة ممكن عندنا باب، شباك، كرسي، اي حاجة. انا هرسم حاجة واحدة بحبها، رسمت الباب مستطيل كبير، ورسمت دايرة ودايرة صغيرة اللي هي بتاعت مقبض الايد علشان افتح بيها الباب. لو حابب اي شكل تاني ممكن ترسمه. ارسم اي حاجة بتحبها في القاعة. تصنيف الاشكال: صل كل شكل ملون بما يشبهه من الاشكال غير الملونة. هناخد مثال يا صحاب. اول شكل عندنا هو الدايرة. عندي الدايرة، اول دايرة فوق من غير تلوين، هوصلها بكل الدوائر اللي عندي. باقي الدوائر متلونة، بص كده معايا، هوصلها بالدايرة الخضراء والبامبي والزرقاء والأصفر. أنا عملت لك واحدة كمثال، أنت كمل توصيل باقي الأشكال مع ماما، وبرافو عليكم. أماكن في المدرسة: صل بين النشاط والمكان الخاص به. ارسم دايرة حول مكانك المفضل.
عندي اول صورة يا صحابي ولد لابس شنطة المدرسة وماشي، يا ترى رايح فين؟ هيروح المدرسة، فيلا نوصل الولد بصورة المدرسة اللي هي القاعة بتاعتي. عندي ولد تاني بيتمرجح على المرجيحة، الولد اللي بيتمرجح على المرجيحة هنوصله طبعا بالجاردن، الحديقة اللي فيها اللعب الموجودة في المدرسة. عندي الولد الأخير قاعد ماسك كتابه بيقرأ، يا ترى احنا بنقرأ القصص فين؟ بنقرأها في المكتبة، هنوصل الولد اللي ماسك الكتاب بالمكتبة. طيب ايه المكان اللي انت بتفضله في المدرسة؟ في اطفال بتحب قوي المكتبة والقصص، فهنعمل دايرة على المكتبة. لو انت حابب اي مكان تاني ممكن تعمل عليه دايرة بس على شكل واحد بس. شاطرين يا صحابي. في المكتبة ارسم نفسك في المكتبة ووضح ما تقوم به في المكتبة. انا هنا يا صحابي هرسم صورة بنت ماسكة كتاب بتقراه، لان احنا في المكتبة لما انت بتروح المكتبة بتطلع قصة وبتقراها. لو حابب ترسم ولد اوكي عادي. شاطرين يا صحابي. في القاعة استمع بانتباه الى المعلم، عد الاشياء التي تراها. في القاعة يا ولاد عندنا الديسك اللي احنا بنقعد عليه، تعالوا نعد كم ديسك موجود في القاعة. 1 2 3 4 5. فالبنت فوق عندي كتبت رقم 5. طب يلا نعد كده مع بعض عدد الأطفال اللي موجودين في القاعة. 1 2 3 4. عندي 4 أطفال في القاعة. شاطرين يا صحابي. مهن وأدوات، ارسم أداة تساعد العامل في القيام بعمله. عندي أول صورة يا صحابي صورة السكرتيرة. السكرتيرة دي دايما بتبقى قاعدة على المكتب وبتسجل المعلومات على الكمبيوتر. يا ترى بتستخدم ايه علشان تسجل معلومات على الكمبيوتر؟ الماوس. فهنرسم صورة ماوس في الأول مربع تحت السكرتيرة. الصورة اللي جنبيها صورة عامل المدرسة. العامل يا صحابي دايما بينظف المدرسة، بيستخدم ايه؟ بيستخدم مثلا المكنسة، فهنرسم صورة مكنسة تحتيه. عندي المعلم. المعلم ده يا صحابي دايما بيمسك ايه؟ القلم، فهنرسم صورة قلم في المربع اللي تحتيه. الصورة اللي بعد كده الزائرة. الزائرة الصحية اوقات لما بنكون عيانين بتضطر ان هي تدينا حقنة، فهنرسم حقنة في المربع اللي تحتيها. مهنتي في المستقبل. فكر في المهنة التي يمكن ان تختارها وتخيل وارسم صورتك وانت تعمل، وارسم الملابس التي سترتديها ولونها، وارسم احدى الادوات التي ستستخدمها ولونها. بصوا يا صحابي، انا بحب ونفسي في المستقبل المهنة اللي اشتغلها هي دكتور، فانا هرسم صورتي وانا لابس البلطو الابيض والسماعة لان مهنتي هتكون دكتور. لو انت حابب مهنة تاني ممكن ترسمها. لو انت عايز تحب انك تطلع مهندس تمسك مثلا المسطرة بتاعت كلية هندسة والشاكوش والحاجات دي، المهنة اللي انت بتحبها ارسمها، وكمان تلون الملابس اللي انت هتلبسها. شاطرين يا صحابي. قاعتي، ارسم القاعة. احنا قلنا القاعة اللي هي الفصل اللي احنا بنتعلم فيه. ارسم مثلا القاعة فيها سبورة، فيها كراسي، فيها تيبل، مكتبة صغيرة، اي حاجة. شاطرين يا اصحابي.
داخل المدرسة، ارسم أحد الأماكن المفضلة لك داخل المدرسة. أنا بحب دايماً أروح الجاردن علشان بحب ألعب قوي مع أصحابي، أركب المرجيحة والزحليقة. لو أنت حابب مكان تاني غير الجاردن ارسمه، بس هترسم رسمة واحدة بس من اللي أنت بتحبها داخل المدرسة. شاطرين يا أصحابي.